المواطنة المسؤولية الاجتماعية دور القوى الناعمة كتير من الدلالات والقيم والمعاني مش بس بيمثلها المصريين في الداخل ولكن أيضا طيورنا المهاجرة لا يقل مصرية وانتماء عمن يعيشون على تراب مصر في النهاية عليهم دور كبير جدا ربما الدور ده ليه بعد اقتصادي ليه دور مجتمعي ليه مسؤولية ملقاة على عاتقهم في أن هم يكونوا سفراء لمصر ويصححوا أي صور مغلوطة ممكن تكون بتروج عن مصر والمصريين ده بالإضافة طبعا لأدوار ثقافية أخرى وجهود في مجال التنمية بكل ما تحملها التنميه المسدامه والتنميه الشامله من معاني ومن مسؤوليات معي ومعكم في هذا اللقاء الاستاذه نهله سليم رئيس المركز الاعلامي المصري بالمانيا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم سعداء بحضرتك واستثمرنا فرصه تواجدك في القاهره حضور حفل زفاف <applause> <applause> بالظبط الف <applause> <بس تصفيق> مبروك الفرح على هنا على طول ومبروك هنا كمان ان فرصه جدا يا فن. مع حضرتك شكرا جزيلا انا اللي سعيده و... ودايما كده بنحس ان احنا في تواصل حقيقي بيننا وبين مصر المواطنه والانتماء وحاجات حلوه كتير مش حكر بس على المصريين جوه مصر وان كانوا يعني طبعا هم ايضا خير سفراء لبلدهم لكن في تعويلات على الدور اللي بيقوم بيه المصريين في الخارج حضرتك تقول نعم حقيقي ده يعني احنا المصريين في الخارج بنعتبر الجنود اللي يعني مش هقول المخفيين لكن جنود مصر الحقيقيين بره خط الدفاع الاول في كل المواقف يعني مش بس الثورات الثورات اللي قامت بيها مصر واظهرنا قوه انتمائنا لبلدنا ووقفنا وراء الحق مش أه هو ده وبس، لا ده احنا أه الـ الـ القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة في نقل الحضارة، يعني أه أنا عايشة 26 سنة في ألمانيا أه كل اللي بعرفهم في ألمانيا ناس أه أه مصريين على أعلى مستوى كانوا أه بشكل أو بآخر بيحاولوا إن هم ينقلوا الواقع اللي هم عايشينه من المانيا لمصر بشكل او باخر. يعني النهارده كان هيبقى معايا دكتور هاني القرشي وكان المفروض هو طبعا كان يعني كان هيتكلم عن عن الجانب ده لانه هو بقاله ست 50 سنه في المانيا وعاصر وشاف اوقات كثيره جدا ونقل هو وغيره حضاره اللي راحت اللي احنا صدرناها للخارج حاولوا هم ينقلوها لمصر بشكل أو بآخر في الحقيقة إحنا كـ كـ كمصريين في الخارج في أي مكان في أي موقع جنود آه اللي آه لن يتخلوا أبداً عن بلدهم بل بالعكس دول أخذوا بلدهم معاهم طيب أنا عايزة أعرف تفاصيل أكتر ويمكن خصوصية للمصريين في ألمانيا وحضرتك تكوني النهارده مرايتنا على الجاليه المصريه في المانيا ايه ابرز الحاجات اللي ممكن تكلمينا فيها الجاليه المصريه في المانيا جاليه كبيره وجاليه محترمه الحقيقه آه بدليل ان هم فيهم ستة علماء من آه من مجلس الشاري مع الرئيس السيسي آه المصريين اللي خرجوا من مصر لالمانيا راحوا عشان يتعلموا آه وكانوا قصدهم العلم في فتره من الفترات اللي هي بعد ثوره 23 آه يوليو فمن من هذا التاريخ إلى الآن اه المصريين طبعًا كتروا، كل واحد مصري كان بيسافر لألمانيا كان بغرض مش بغرض إن هو يروح مثلًا يفتح له مشروع أو لأ. ألمانيا كانت بالنسبة له مقصد للعلم. فلذلك الجالية المصرية في ألمانيا اه جالية اه لها ثقافة خاصة وناس اه لهم فكر معين. والمانيا ليها باع كبير الحقيقه في التعاون العلمي والثقافي مع مصر. جدا جدا مم. والحقيقه يعني ضارف في جذور التاريخ يعني جداً. ايام كول و... بالظبط وده و... حقيقي ولذلك يعني عندنا مثلا المصريين كتير ومن ضمنهم طبعا ال... يعني عندنا الكنيسه في المصريه في المانيا وفي ديسلدورف قصدي و... في ديسلدورف وبرلين وفي كل كل الم... المدن المخطا... الالمانيه المدن الالمانيه يعني. يعني. وفيها طبعا كم لا باس به من المصريين دول آه طالعين برده آه علشان خاطر يعني يكون لهم دور في انه مش رايح بس علشان هو مش اصل المانيا مش مش مجال, مش مجال ان واحد يكون نفسه فيه لا بس مجال ان الواحد يكون فكره فيه يكون عقليته يكون آه آه يغير ويحاول ان هو يستفيد من ال من الغرب علشان خاطر مين علشان خاطر بلده المصري في بره وفي المانيا بالتحديد لن ولن ينسى مصر يعني أنا الحقيقة في شعري كتبت أن أنا ما, 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 ما سبتش مصر أنا خدت مصر معايا يعني كتبت مرة كلمة قلت أنا ما سبتكيش أنا خدتك معايا كل شيء بشوفه في برة في ألمانيا ببقى عايزة أنقله لدرجة أني بقيت أكتب في الأهرام يعني عمود اسمه نفرتيتي وأنا في ألمانيا أي حاجة بشوفها في ألمانيا عايزة أنقلها مصر شفت مثلاً القطر مره ركبت قطر من دوسلدورف رحت على برلين القطر اخد قطع مسافه حوالي خمس ساعات او يمكن اقل شويه طول ما هو القطر ماشي كان السواق بيقول المحطة الجاية كذا المحطة الجاية كذا قعدت تصورت ان انا رايحة نفرتيتي وبسألها بقول لها طيب يعني هل انت هتقبلي الوضع اللي موجود في مصر ده ده الكلام ده من حوالي عشر سنين مم. كانت الاطارات بتاعتنا طبعا غير دلوقتي يعني النهاردة انا بشكر من هنا مع الفريق كامل الوزير على المجهود اللي بيقوم بيه ورئيس السيسي في ان هم غيروا مصر وغيروا الثقافة الـ 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 الامن اصل وزارة النقل دي هي ديت عنوان أول حاجة بيشوفها السايح لما بينزل هو المواصلات وبيقدر يحكم عليها حضرتك بتنزلي مصر بصفة منتظمة؟ أنا بنزل مصر بصفة آخر منتظمة. مرة قبل المرة كانت آخر منتظمة. مرة كنا في شهر 8 اللي شهر فات. 8 اللي فات آه اللي فات آه كان عندنا لمستي اختلاف أو ممكن حتى مش من شهر 8 يعني مقارنة بالسنين القريبة اللي فاتت إيه الاختلاف؟ اللي انا المسي. الاختلاف اللي انا إيه لما نزلت شهر 8 اللي فات مم. وشفت المشاريع العملاقه احنا رحنا الجلاله ورحنا اه الحقيقه إيه ورحنا قناه السويس في الزياره اللي فاتت دي إيه نظمتها لنا وزاره الهجره واتفرجنا على المشاريع اللي اللي مش ممكن حد يقدر يتصور ان هي بقت بالضخامه دي ومش متسوقه يعني محدش يعرف يعني مصريين لما جم كنا مجموعه كبيره جدا ورحنا اتفرجنا على المشاريع دي قد ايه احنا انبهرنا انه ايه ايه المشاريع القويه دي يعني قال احنا تقدمنا بهذا بهذه السرعه يعني انا بشكر فعلا القياده السياسيه وفكرها الواعي ان هي بتنقل مصر يعني من من الظلام للنور من عدم الامن للامن وهو ده اللي بيخلي المستثمر وبيخلي السائح انه يجي البلد دي طبعا لان البلد اي 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 سائح او اي مستثمر لو ما فيش امن وما فيش يعني على ارض الواقع شايف ان في شيء ملموس على ارض الواقع وخاصه الامان والامن م. مش هيعمل اي حاجه وده كله متمثل في الشغل اللي هم بيعملوه ده دلوقتي يعني بلاقي ان اول حاجه شغل وزاره النقل اللي بتشتغل وبتجيب الـ 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 الجرارات والحاجات العملاقه اللي اي واحد هيقدر اي اي انسان نازل على بلد ما يعرفهاش بيركب مواصلاتها لما يلاقي المواصلات ما فيهاش امن، لما يلاقي المواصلات معدومه مش هيثق في البلد دي. مش لان ده هو ده اول حاجه العنوان للبلد والحقيقه التنموي والبناء ما بيقفوش يعني يمكن حريك محتاجه اجازه اطول شويه عشان تشوفي اماكن ثانيه أنا... يعني العاصمه الاداريه الجديده ويعني في حاجات بالزبط. كثيره بالظبط العاصمه الاداريه الجديده آه. تحفه برده لسه طبعا اكيد فيها شغل فالحقيقه اللي بيحصل على ارض مصر النهارده شغل يعني معجزه انا بسميه معجزه لانه وهو ده اللي احنا راهنا عليه مع الرئيس السيسي من البدايه ان هو هينقل حي... حي مصر يعني لنقله اللي احنا كنا مستنيينها كلنا من سنين طيب الغرب طويلة. شايفنا ازاي؟ والالمان اكيد يعني قطاع من الغرب بيمثل الغرب، كانوا شايفنا ازاي قبل كده؟ وشايفنا ازاي دلوقتي؟ والتحديات بتاعه المغالطات ورسم صور غير حقيقيه عن يعني اللي بيحصل في مصر واكاذيب كتير كانت يمكن ابتدت قبل كده كانت بسيطه كانت مش بسيطه طبعا، ولكن اقصد ما كانتش بهذه التكراريه صحيح الرسوم المسيئه لرموز الاسلام وغيره ابتدى الموضوع دلوقتي الاخطار المحدقه بتتعاظم يوم بعد يوم قراءه حضرتك للمشهد كله وازاي الغرب بيشوفنا اسم. الغرب اولا يعني زمان اول يعني لما قامت الثوره ثوره يونيو آه ما كانتش المانيا بالشكل اللي احنا فيه ده يعني ما كانتش آه عندها الثقه دي يعني كانت كانوا جماعه الشر كانوا بيدفعوا للميديا الصفرة علشان يغيروا الحقيقه مم. كنا احنا بنتصدى لهذا لهذه الاكاذيب بشكل او باخر. يعني كنت بلف على السفر السفراء الموجودين عندنا ببرلين، السفراء الموجودين كلهم. وبقول لهم ده مش مش الحقيقه، دي ده غلط اللي بيحصل ده، كل ده اكاذيب. يعني كان السفير السعودي والسفير كل السفراء اللي كانوا موجودين كنا كنت قلت مش هنسكت، احنا لازم يكون لنا دور. طبعا وفي وده جاب نتيجه الحمد لله في الفتره دي. لما جه رئيس سيسي عندنا في 2015 ما كانش لسه الموضوع كنت انا له الزيارة هناك ما كانتش لسه الدنيا زي دلوقتي كان برضو المانيا ما كانتش لسه فيها المشاريع اللي كانت اللي بتجري على الارض الواقع هنا ما كانتش لسه لما بدات تشوف ان الراجل ده رئيس سيسي بدا انه راجل بيشتغل في بلده وبدا عايز ينقلها بكل جديه وبيطلب الاستثمار انه يجي لبلده عشان يستثمر و... و... وقضى على الارهاب يعني شغال عليه من البدايه وانه عايز حقق انه بيحقق الامان يوم بعد يوم بداوا يثقوا في مصر بداوا يبعتوا لنا سيمنز بداوا يبعتوا لنا استثماراتهم عشان يشتغلوا هنا مم. شغل هو ده الرد على سؤال حضرتك انه الغرب مش هي ايه اللي بيديني ال... يعني ازاي انا اقدر اقارن امس باليوم من الشغل. السلاح الحقيقي كتير بيشوفوه في حاجتين اساسيتين، في المشروعات التنمويه العملاقه والتنميه والبناء اللي حاصلين في مصر بشكل لافت في الفتره الاخيره، وايضا في نجاح مصر في حربها ضد الارهاب اللي عامل نموذج يحتذى على مستوى العالم. نعم. الى اي مدى حضرتك بتشوفي ان ده قدر فعلا يضرب في مقتل كل بقى حملات ترويج الاكاذيب وال... والاعلام المضلل. والقنوات المأجورة وحتى للأسف الإعلام مضل ده ممكن كمان في بعض الأحيان بيكون مؤسسات غربية مفروض أن بيشار يعني ليها بالبنان أن هي تعتبر من المؤسسات المعروفة جدا لكن للأسف أثبتت في الفترة الأخيرة وفي أكثر من واقع أن هي لا تتسم بالمهنيه ده حقيقي. على الاطلاق ده حقيقي وانا من هنا برضو بوجه كلمه لل 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 للدوله هنا والاعلام ان احنا لا نلتفت لهذه الاكاذيب احنا نمشي زي ما احنا في طريقنا لان الغرب شايفنا دلوقتي راكبين قطر سريع جدا وما بن لو بصينا ورانا وبنلتفت للاكاذيب زي ال ال المخمولين اللي بيطلعوا بره وي ويشتموا في مصر بيبقوا عايشين هنا ويطلعوا بره يشتم في بلده يعني انت بلدك بتشتم فيها دلوقتي طب لما كنت في مصر ما شتمتش فيها ليه؟ لما كنت بتكسب منها ما شتمتش فيها ليه؟ انت بتطلع بره زي الانسان الجبان اللي بيطلع بره ويشتم في بلده، انت لو انسان شريف هتخليك في بلدك وتنقض بلدك وتاخد حقك من بلدك، لكن ما تخرجش بره وتطلب وتطالب ويبقى انت انسان وراك جماعة الشر ما فيهاش حل غير كده ولذلك انا بقف بقول ان احنا ما نبصش لدول ابدا لذلك انا مره يعني قلت ده ده نبله وهنا هرم ازاي النبله دي هتقدر تضرب الهرم مستحيل يعني ده تشبيه انه ده انت نبله انت ازاي هل النبله تقدر تسيب الهرم مصر هي الهرم والقاده السياسيه هي الهرم ومفيش حد هيقدر يقدر عليها لان هي ماشيه صح احنا ماشيين في الطريق السليم و... التنمية راكبين قطر سريع جدا ونتمنى ان احنا نستمر على هذا المنوال لان الغرب شايفنا كده احنا النهارده ما عادش حد بيقدر ياثر عليهم يعني جماعه الشر خلاص ياست يأسد بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى يأسد بالفعل ولذلك هما بيخبطوا دلوقتي لما الواحد بيكون يائس بيدور بقى على اي حد يستخدمه اي حد لان ما عندوش حلول تانية اللي, اللي ما بيتابعش يا فندم اللي بيحصل في مصر من هناك من المانيا تحديدا اما عن عدم اهتمام اما عن انشغال او ساعات بيكون يمكن عمد لانه هو سعيد بنظرته الاستباقيه اللي يمكن تكون بتحركها حاجات كتيره جدا يعني ساعات بيكون في كراهيه للاخر لسه موجوده لدى البعض وان كان العصر ده طبيعته المفروض ان هي تفرض ان يكون في تحولات ايجابيه كتير بتحصل بصفه حريق رئيس المركز الاعلامي المصري بالمانيا ايه اللي بتعملوه علشان يكون فعلا في خطاب مصرى صادق وعملى بيستند الى حقائق يوجه الى الخارج احنا في البدايه احنا المشكله عندنا ان ما فيش حد التسويق عندنا ضعيف من هنا من مصر يعني هو صحيح المتابع ده متابع بس ما بتوصلوش حاجه م. يعني احنا يعني لما كنت هنا في شهر 8 اللي فات قلت يا جماعه كل الانجازات دي ما بتوصل لنا ايه الادوات اللي ناقصه من وجهه نظر حضرتك علشان يوصل بشكل لقاعده اكبر احنا عايزين اشهار الاشهار م. بالحاجات دي لدرجه ان احنا قلنا احنا مستعدين ننزل بكاميراتنا نصور كل الانجاز ده إحنا مستعدين إن إحنا نزور كل الإنجاز دوت بس ادونا الفرصة ادونا الإمكانيات إن إحنا نسوق لكم الشغل ده كله بره لأن الحاجات دي مش واصلة بره محدش يعني المصريين اللي عايشين بره لولا لو ما فتحش محدش بتوصل له يعني التسويق ضعيف جدا من مصر ما تفتحوا وسجلوا بقى يا <applause> لحد ما الظروف <applause> تتحسن ما لا مش عشان تسجيل <applause> هو المشكله انه ما بيوصل ما, ما, ما بتوصلش المعلومه كامله آه. ما لازم يكون في يعني انا هنا برضو ببارك لوزير الاعلام الجديد اللي آه انا اعرفه شخصيا اسامه آه هيكل وبقوله وبقول له ان احنا منتظرين منتظرين انك تعمل لنا قناه آه خارجيه يعني م. انا عرضت المشروع ده زمان على مع سياده الرئيس عن طريق سياده اللي هو عباس كامل وقلت لهم ازاي نقدر نعمل قناه فضائيه بتتحدث من الخارج بعده لغات من ضمنها تركي حتى كنت كاتبه في دراسه الجدول لأن الاتراك عايشين كتير في المانيا والشعب التركي في الحقيقه المصريين مميزين ومتقنين للغات جدا يعني احنا عندنا في طاقات كبيره جدا, جداً, طاقات, جداً طاقات, آه طاقات كبيرة و... و... ما عندناش مشكله في الحكايه م... دي بالظبط و... وجميع اللغات دي كانت هتفرق كتير جدا انا قدمت المشروع ده من حوالي ست سنين او سبع سنين وقدمت لهم دراسه الجدوى ان احنا لو عملنا قناه بتخاطب الغرب احنا هنا دايما بنخاطب نفسنا لكن لما الخطاب يجي من بره مم. من بره من بره بقى لنا بيبقى مختلف تماما وبعده لغات هنا كنت حنقطع, حنقطع كل الخيوط دي وأنا كمركز إعلامي ثقافي عندي الأدوات اللي أقدر أشتغل بيها من هنا وعندنا الجالية الكبيرة في ألمانيا يعني إحنا كلنا في بوتقة واحدة عندنا الجالية المصرية الكبيرة في ألمانيا اللي مم. عندنا اتحاد مم. كبير وعندنا المراكز دي وعندنا احنا يعني ناس نقدر نشتغل شغل كويس جدا بس ادونا الفرصه من هنا ومن هنا بقول اللي الاستاذ يا فندم في برضه نوافذ موجوده اه ممكن نكون عايزينها تتكاسف اكتر لكن نعم. عندنا فيها هيئه الاستعلامات وفي القناه الفضائيه وفي يعني دلوقتي بقى في يعني بقى في فضاء واسع نعم ف... مش كفايه والحاجات دي بتكون مصوره يعني بتكون بالصوت والصوره والانجازات اللي يمكن لا يخلو اسبوع من غير انجاز في مجال ما تشهده محافظات مصر المختلفه مع ده برضو يرجعنا تاني ان انا مع حضرتك ان طبعا المفروض ان يكون التخصص. في كيان منوط بيه الموضوع لكن في في ماده ثريه موجوده دلوقتي ان يتم تسجيل ما يعرض على شاشات القنوات الفضائيه والبركه فيكم بقى ان انتم تعرفوا فعلا بهذه الب... الحقائق وتفندوا. كويس جدا ان هو موجود طبعا الهيئه هيئه الاستعلامات ووزاره الخارجيه و... والاعلام كله موجود والفضائيه المصريه بس ده كله احنا عايزين تخصص واضح تخصص مم. في يعني تخصص مم. انه فضائيه قناه بتخاطب من بره بجميع اللغات. متخصصة في الشؤون المصرية ده هتفرق كتير جدا ما فيهاش أي برامج تانية الكيانات الموجودة في ألمانيا يعني في اتحادات مصريه طبعاً. عامله في المانيا طبعاً. وفي جهات اخرى معنيه. نعم. ايه اللي بتعمله دلوقتي؟ والحقيقه دايما لما التحديات بتزيد المفروض انا كمان في المواجهه يبتدي يكون في تفعيل وتوسيع لدوري بشكل اكبر. ايه الحراك اللي حصل بالنسبه لكم في الفتره إحنا الاخيره؟ احنا كجاليات احنا كجاليه بنشتغل وبنعمل آه. على قد ما بنقدر وبنطالب باللي احنا اللي انا بقوله لسيادتك ده ولنا دور كبير مم. يعني بنساند الدوله بكل جوانبها ولنا شغلنا اللي بنقدر نشتغل بيه في كل الجوانب. ولكن ك ك يعني مطلوب مننا ان احنا عايزين مسانده ثقافيه اعلاميه يعني انا كمركز ثقافي اتمنى من وزاره الثقافه انها تتعاون معانا انها تبعت لي مثلا اه اه تبعت لنا كجاليه او كتبعت لنا المركز بتاعنا اه 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 يعني حاجات زي مثلا بتبعت لل للملحق الثقافي مثلا آه هو فرق فندم. آه آه حاجات ادبيه هو ما فيش تنسيق حاصل فعلا ما فيش همزات وصل بينكم وبين المراكز الثقافيه في مصر المعنيه علشان يتم التواصل بشكل بالنسبة بالنسبة المنشود بالنسبه الوزاره والله الوزاره احنا انا كنت خطبناها وكذا مره ومن هنا يعني لسه في ان شاء الله هقابل معالي الوزيره قريب وزيره الثقافه المحترمه لانه دور الثقافه مهم جدا احنا من غير وزاره الثقافه بت... يعني بت... يعني تكون في بيننا وبينها لينك مش ه... مش هيكون في شغل لان وزاره الثقافة وزاره هامه للغايه وثقيله للغايه انا عايز اقول حاجه مثلا في حدث مهم جدا وانا تابعته في اكثر من نسخه ليه مؤتمرات بتعقد بعنوان مصر تستطيع نعم وبتجيب العلماء المتميزين في الخارج طيورنا المهاجره، نعم. كان في مصر تستطيع بالتاء المربوطه أيوة. وجبنا في فعلا سيدات متميزات جدا في الخارج في اوروبا ويعني في مناطق حتى في دول عربيه وادلوا نعم. بدلوهم. نعم. مصر تستطيع بعلمائها في الخارج، كان في ايضا عنوان نعم. لفعاليات شهدتها مصر، فكل الح... يعني الحاجات دي الحقيقه هي فيها جانبين، فيها مصر كدوله هي المضيفه لل... لهذه الفعاليات لكن المستهدف اللي جه حضر والحقيقه وعمل اداء مشرف جدا وكان في تواصل كبير جدا بين المصريين سواء المقيمين في الخارج او اللي موجودين هنا ان يكون بقى في متابعه من الجانب هي الاخر. هي دي المتابعه دي. هو آه. ده انت حضرتك يعني اصبت كبد الحقيقه. المؤتمرات اللي بتحصل سواء الحاجات اللي ذكرتها دي كلها اذا ما كانش في جانب المتابعه وال والشغل بينهم وبين بعض يبقى ملهاش أي, اي داعي مم. لأنه احنا بنعمل مؤتمرات كبيرة وحاجة جميلة جدا لكن ايه النهاية ايه اللي انا بستفيده لا المصريين بره كنز كبير جدا لم يستخدم الي الان صحيح ولكنه معين لا ينضب زي ما بي... لا لا, لا. ما بيجفش لا. ابدا لا ابدا مش طيب انا برضو عايز اسال حضرتك عن في كيانات كثيرة جدا متحدثه باسم المصريين في الخارج ورابطات وحاجات كتيره فكره التعدد هل ده بيعمل ثراء ولا على العكس بيعمل لخبطه لان لو لو بتختصر في جهه او اتنين او ثلاثه بيكون التواصل والتعرف عليها اسهل لا هو حضرتك يعني ما نقدرش نقول ان الاختصار مهم لانه كل كل مدينه او كل منطقه بيحاولوا يعملوا مع بعض رابطه يعني مثلا ناس عايشه في هامبورج، ناس عايشه في فرانكفورت، ناس عايشه في ديسلدورف ناس عايشه في مش وحش ابدا ان كل المجموعه اللي في كل بلد المدينة دي يعملوا مع بعض رابطه وجماعية ويتكلموا باسم مصر ويساعدوا مصر ويساعدوا المصريين، العكس ده انا كل ما هقلل لان دول بيخدموا دول دول اماكن لخدمات المصريين الموجوده يعني دول بيساعدوا بيكونوا عوامل مساعده للسفاره والقنصليات القنصليه مش هتقدر تعمل كل حاجه، مين مم. اللي بيعمل؟ مين اللي بيساعد؟ غير الجاليات، غير ال, ال, الاتحاد بتاعنا مثلا بتاع المانيا، غير المراكز الثقافيه، غير الجوار. ال, 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 ال... ده ال... كمان اعضاء هوياتهم عربيه بيكونوا موجودين داخل البرلمانات الغربيه، واكيد كمان المفروض ليهم دور. طبعا يعني طبعا م. طبعا، يعني انا يعني انا ابني كمان عضو في اقدم في حزب مصري طيب. ايوه جميل <applause> <applause> فقلنا لنا دور و... وانا كمان اسمحي لي بقى لضيق الوقت ممكن نختتم ببيتين شعر قوي بس بيتين ثلاثة أربعة مش أكثر من كده يا فندم عشان قدامنا أقل من دقيقة اتفضلي أنا الحقيقة من ضمن برضو الحاجات اللي كنت بب... يعني بقدمها لمصر وقت الثورة إن أنا لما الرئيس السيسي طب يعني البيتين يا فندم على طول عشان بس الوقت اتفضلي <applause> كنت بقول السيسي فارس وفريق اول جيشي السيسي رد لروحي وقال لي تعيشي اصله ولدي واصله عريسي تعرفني من شكله من سمار نيلي وشماخ التاريخي اصله ولدي واصله عريسي اعاد لي توبي الاصيل توب مصر الحره مصر الحضاره واحاد مني تبهم الممزع اجمل طبهم ختام نطول بيه كلمه مصر <applause> انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه نهله سليم رئيس شكرا. المركز <applause> الاعلامي <المركز تصفيق> ميرسي جدا جزيل الشكر شكرا جزيلا يا فندم شكرا تكرار زياراتك ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا الكرام نبقى معكم بعد ختام لقاءنا متجدد معكم في القاهره النهارده وبعد قليل نتحول لجوله صحفيه بصحبه الزميل عاصم ابو الغار شكرا لحسن المتابعه واترككم في رعايه الله تصبحوا على خير